أهلا بكم متابعي القناة. توجد الفنانة الكوميدية عتيقة بنت طوبال في وضع صحي حرج ومقلق بحسب ما أشار إليه قريب لها، نشر خبر مرضها مجددا على موقع فيسبوك راجيا من جمهورها وكل من يعرفها الدعاء لها بالشفاء والقوة لاجتياز المرحلة بسلام. كما عبر الفنانة كانت قد خضعت قبل سنة تقريبا لعملية جراحية على مستوى الحوض وتماثلت للشفاء بعد أن عانت الأمرين بسبب مرضها، حيث أثارت حالتها الصحية الكثير من الجدل حينها، خصوصا بعدما اشتكت نجمة الكوميديا من التهميش قبل أن يتم التكفل بها عقب الهبة التضامنية الكبيرة التي صاحبت خبر مرضها، إذ خضعت لتدخل جراحي بأحد مستشفيات باريس وعادت سالمة بعد أن تراضتها شائعات الموت كثيرا، حيث أطلت على جمهورها عبر العديد من البرامج التلفزيونية قبل أن تتعرض لحادث سقوط تسبب في تضرر موضع الجراحة الأولى، وذلك بحسب ما تناقلته مواقع فنية وأكده ابن خالتها عبد الكريم سكار عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك، حين كتب قائلا: ابنة خالتي الفنانة عتيقة في وضع صحي حرج ومقلق، اللهم اشفها وارفع عنها الألم والضرر وامنحها الشجاعة والقوة والإصرار لاجتياز هذه المرحلة بسلام. دعواتكم أصدقائي ودعمكم لها ولكل المرضى سيخفف من ألامها ويجعلها تشعر بأنها ليست لوحدها، وهي التي أمتعت وأسعدت الكبير والصغير. وقد طلبت الفنانة الكوميدية عتيقة طوبال من جمهورها الدعاء لها بعد تعرضها لسقوط قوي في إحدى العيادات الطبية في العاصمة عندما كانت تقوم بحركات لإعادة التأهيل. وفي اتصال مع تلفزيون النهار قالت عتيقة: أنا طريحة الفراش ولا أستطيع الحركة، آلام قوية جدا وأعاني منها، لا أستطيع تحملها، أطلب من جمهوري العزيز الدعاء لي. وتضيف: لا أستطيع التحرك أو التنقل عند الطبيب، أنا موجودة وحدي في المنزل وأعاني وحدي، الرجاء النظر إلى وضعيتي لأنني وحيدة، ولا أنسى أن أشكر كل من اتصل بي وسأل عني وتمنى لي الشفاء. تجدر الإشارة إلى أن الممثلة عتيقة أجرت عملية جراحية دقيقة جدا على مستوى الظهر، ونصحها الأطباء بأخذ الحيطة والحذر وتفادي السقوط لأنها ستعود لنقطة الصفر وأخطر. وقد أمرت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بندودة الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة أوندا للتكفل بالفنانة عتيقة طوبال إثر تدهور الحالة الصحية للفنانة بعد سقوطها في إحدى العيادات الطبية. وعبرت عتيقة طوبال في اتصال هاتفي مع النهار أونلاين اليوم الاثنين عن سعادتها بتحرك وزارة الثقافة بعد ندائها للنظر في حالتها، خصوصا وأنها وحيدة. وكانت الفنانة الكوميدية عتيقة طوبال قد وجهت نداء لجمهورها طلبت فيه الدعاء لها بعد تعرضها لسقوط قوي في إحدى العيادات الطبية في العاصمة عندما كانت تقوم بحركات لإعادة التأهيل. وتعد الفنانة عتيقة طوبال واحدة من أشهر الممثلات الكوميديات في الجزائر اللواتي ساهمن في صناعة مجد السينما الجزائرية على مدار أكثر من 30 عاما، وتعد انطلاقتها الأكثر نجاحا بدور في الدقائق الأخيرة في الفيلم الكوميدي التاكسي المخفي الذي بث عام 1989 على التلفزيون الجزائري، ويعود الفضل في ظهورها واكتشاف مواهبها للمخرج بن عمر بختي في فيلم التاكسي المخفي لتتوالى أعمالها السينمائية، حيث برزت في فيلم كرنفال في دشرة الذي زاد من نجاحها. دخلت عالم السينما من أوسع أبوابه من خلال ذلك الدور ولم يتعدى عمرها 17 عاما بعد أن تكونت في المسرح على يد عملاقي المسرح مصطفى كاتب وعلال المحيب. شاركت في عدة أعمال كوميدية وتراجيدية أخرى منها مسلسل فلة والبريء وأعمال سينمائية مثل فيلم التوشية. ابتعدت الفنانة الكوميدية على المجال السينمائي بعد تدهور وضعها الصحي منذ 3 سنوات تقريبا، الأمر الذي أجبرها على الخضوع لعملية جراحية دقيقة
وقد قتلت الشائعات الفنانة عديد المرات، الأمر الذي دفعها للحديث عن جهات لم تسميها تريد أن تقتلها فنيا نتيجة التهميش الممنهج ضدها وضد كل الفنانين الذين سبقوها ومن جيلها. وقالت أن غيابها عن الساحة الفنية لا يتعلق بها فقط بل على كل الفنانين القدماء، قائلة الحمد لله لجيلنا مستوى كبير جدا، لكن غيابنا يعود بالأساس إلى ظهور هذا الجيل الجديد من الفنانين، لهذا تم تهميشنا. وقالت أن المسؤول عن هذا التهميش عند سؤالها هي المشكلة في شركات الإنتاج، رغم أن الإنتاج السينمائي والدرامي متوفر لم تعمل به منذ 3 سنوات إلى 4 سنوات تقريبا في السينما، قائلة نتمنى انطلاقة جديدة، لكن هذه الانطلاقة بحاجة إلى الأسماء القديمة والعريقة. وعند دخولها إلى عالم السينما شاركت مع كوكبة من عمالقة السينما الجزائرية ممن سبقوها، وهذا هو المطلوب اليوم أيضا، ولكنها وجدت نفسها مهمشة كثيرا، قائلة أيضا تعرضت للتهميش خصوصا بعد سماعهم بمرضي منذ سنوات، وضعوني في الزاوية، لدي كل الإمكانيات للعمل وأتمنى العودة إلى الميدان مجددا، حيث قالت نحن لا نعمل إلا الأعمال الرمضانية مثل القطايف البلوز، قائلة نحن نعمل في شهر رمضان فقط ويوجهون لنا الدعوة في الدقائق الأخيرة إن اتصلوا بنا أصلا، خصوصا مع هذا الجيل الجديد، قائلة ليس لدي مشكلة مع الجيل الجديد، لكن على شركات الإنتاج أن تمزج في أعمالها بين الأسماء القديمة والجديدة، أو نجد في بعض الأعمال فنان كوميدي من الجيل القديم وبقية الفنانين من الجيل الجديد، وهو ما يسمح لهم بالتعلم وكسب مهارات جديدة لن يجدوها إلا مع من صنعوا مجد السينما الجزائرية. وقالت أن قدوتها في المجال الفني هي الراحلة وردية رحمها الله، من المعجبات بفنها بالإضافة إلى الفنان عثمان عريوات، قائلة لا أستطيع أن أقول أكثر، يستحقان كل التقدير. وقالت إنها تعبت من الشائعات التي تلاحقها مرارا حول وضعها الصحي ومدى خطورته، ووضحت الأمر قائلة إنها لا تشكو من إصابة خطيرة أو مرض عضال كما يروج، ولكنها تمر بظرف صحي يتطلب الراحة والخضوع لفحوصات خارج البلاد، مضيفة أن مثل هذه الشائعات تؤثر على نفسيتها، حيث إنها بعد أن كانت تتجاهلها في وقت سابق أصبحت لا تقوى اليوم على فعل ذلك.